كذا اليوم انا كنقولوا كتهم المسؤوليه ديالي انا وليت براغماتي. حنا كنقولوا بانه العمل ديالنا ماشي موسمي انتخابي، ماشي رقابي مطلبي خبزي. هذا جاوبنا على واحد السؤال ديال المغاربه اللي كيطرحوا علينا، منين جيتوا فين نتوما غاديين؟ قلنا الا بغينا نستمروا في التجربه ديالنا النضاليه منذ يعني 30 عام و 40 سنه فكيف سنستمر؟ هذا هو السؤال الذي طرحناه، كيف سنستمر؟ مع من سنستمر؟ وما هو الجديد الذي سنحمله في كنه وفي يعني خضم هذه الصروره يعني الزمنيه والمكانيه والاستمراريه؟ اذا ثلاثه اسئله قلنا على اننا سنستمر مع من سيتفق معنا على هذه المنطلقات والركائز الاوليه القابله للتطوير والقابله يعني للتطور والقابله كذلك لنقولوا انها نزيد نبعث فيها الروح يعني من جديد. وقلنا سنستمر كذلك يعني في الطريق ديال المساهمه يعني الرصينه والمساهمه المسؤوله والمساهمه يعني المواطنه من اجل يعني الدفع بعجله التغيير والتقدم الى الامام على ضوء المستجدات والمتغيرات الوطنيه منها والاقليميه العربيه والافريقيه وكذلك الدوليه. ما دمنا اليوم نعيش يعني في وضع يعرف تغيرات وتحولات تمضي باستمرار وبشكل كبير كل يوم، يعني بسرعه البرق ولا بسرعه الضوء. فقلنا كذلك السؤال الثالث، ما هو الجديد الذي نقدمه؟ ثلاثه ديال الحوايج. الاولى هي الاستقلاليه على الاحزاب وعلى النقابات وعلى كل الجمعيات والهيئات ديال المنظمه المدنيه، ولكن في نفس الوقت اعتبرنا ان حركه قادمون وقادرون هي حركه عابره للاحزاب وعابره للنقابات وعابره للجمعيات المجتمع المدني وللنقابات، ترانس بارتيزان، ترانس يعني سنديكال، ترانس نون غوفيرنمونتال اي تو سا، بمعنى لا ننتمي ولكننا يعني من يتواجد معنا فهو له انتماءات مثل الانتماء ديال يعني الاستاذ اللي معنا اللي كيمثل المقهى الثقافي سي حسين الكور اللي اليوم حاضر معنا، فهو امتداد داخل هذا الفضاء، امتداد لواحد الهيئه واحد الجمعيه ديالو اللي كينتمي ليها واللي كتقدم واحد العمل اللي هو ثقافي ومعروف ويعني وله ما يستحقه من يعني التقدير والاحترام. فبالتالي قلنا سنستمر. اذا هذا الجديد الاول هو اننا نحن حركه عابره، نقولوا كاع دابا كتعجبني نقول عابره للمجتمع، ياك المجتمع بكل مكوناته الامازيغيه واللغويه والثقافيه واليهوديه والمسيحيه وحتى شي حاجه اخرى اللي كانت مزارعين كتكون، ياك بالاضافه الى الطبغرابيت بعاداتها وتقاليدها وكذا 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 الى غير ذلك. دولة ثانية قلنا احنا حركة قادمون وقادرون كانت مستقلة ولكن في نفس الوقت هي عابرة، انه حركة قادمون وقادرون اختارت يعني باش تكون تمارس سياسة القرب، وقلنا بان المناطق اللي غنمشيو ليها ومشينا اكبر من 56 منطقة، ازيد من 56 منطقة كلها في المغرب العميق او المغرب الحاشية السفلى او المغرب ديال يعني الهامش لو ماروك دو لا مارش، هنا عاوتاني المفهوم ديال لا مارش يعني بلا توناليتي ديالو يعني انثروبولوجيك وسوسيولوجيك الى غير ذلك. فكان هذا الاختيار قلنا غنمشيو غير واحد المناطق هي اللي غنشتغلوا فيها، هذيك المناطق اللي يصعب او اللي ما كيوصلوش ليها
السياسيين كيوصلوا فيها النقابين كيوصلوا وصلنا ديال 56 منطقة زرنا فيها جميع الجهات. طبعا ما قدرناش نزور المغرب كامل ولكن زرنا هذه المناطق وقلنا إذا كانوا كينتظروا من الناس شنو غنديروا في هذه المناطق. قلنا ملي كنجيو لواحد المنطقة كنحملوا صوتها وكنوصلوا المطالب ديالها الاجتماعية بالخصوص لمن يهمهم الأمر عبر وسائل التواصل والاتصال والإعلام المرئي واللامرئي وكل وسائل اللي يمكن تحليلها. اعتبرنا راسنا صوت هذه المناطق من خلال يعني الديناميات اللي كنشكلوها. وكنا كنفكروا كنقولوا احنا هذا المبدا الثالث كنعتقد ولا الرابع هو ان الحركه ديال القادم والقادر تاسست على اللامركزيه. نعطيكم مثال اليوم غيتشكل يعني هاد الديناميه وهاد الفرع ديال الحاج مشكورا ولكن غادي يكون سميتو بوحدو منتدى الحاج المستقبل. وحنا وطنيا منتدى مغرب المستقبل ما عندنا حتى شي كارت بيناتنا. الكارت اللي بيناتنا هو هاد المناضلين اللي اسسوا الديناميه المحليه هم كينتمون للديناميه الوطنيه. بمعنى اخر حركه قادمون او قادرون ما اختارتش يكون عندها مكتب وطني ودير الفروع ديالو مثلا على غرار التجربه ديال المقاهي الثقافيه. يعني كاين مكتب وطني هادو فروع تابعين هذه تجربه ديال ني با كونتر بالعكس. ولكن ما اخترنا ان تكون الاستقلاليه المحليه عند كل الديناميات كانت في المغرب ولا كانت في الخارج. بمعنى اخر هذا هو الا بغينا نقولوا اللي كيتسائل يقول لنا شكون نتوما وجداد وكذا وهذا وهذا كنقول على الاقل على مستوى هذا التجربه ومستوى التنظيم على مستوى التفكير مستوى كذا. دابا مازال غيبقى لنا يعني هذه بين المهام ديال الاخ عمر والاخوات والاخوه مادون هذا كيفاش هذا الشيء دابا اللي كنقولوا انا بهذا نقولوا بهذه الكلمات البسيطه جدا كيفاش يولي عندنا يعني ركبوه فواحد القالب فكري اللي يرقى انه ليعانق الفكر والافكار ويرقى كذلك ليجد مكانه في الساحه الفكريه والساحه الاجتماعيه. وبالطبع احنا ما مشيناش عند شي واحد خلصنا قلنا له كسبنا شي ارضيه ديالنا ما مشيناش عند شي بيرو ديتود وقلنا له عطينا شي تصور. احنا قلنا بان داكشي اللي غنوصلوا ليه خصو يكون كيشبه لينا بالتمام والكامل يعني يكون يعني كيشبه لينا. وطبعا احنا قلنا غادي نجتهدوا وقلنا جميع الافكار اللي غادي نجيبوها غادي نبنيوها على اساس اولا تجربه وثانيا على اساس ان البراغماتيه. ما معنى البراغماتيه؟ البراغماتيه هو واحد الفعل واحد العمل ما عندوش اثار بح لا يساوي شيئا. يمكن واحد القصه تقبل ان البراغماتيه هي نفعيه وعندها علاقه بالليبراليه والبرجوازيه وكذا وكذا وكذا. اليوم انا كنقول لك المسؤوليه ديالي انا وليت براغماتي شي حاجه اللي ما عندهاش لامباكت الاثار على هذا العمل ديالنا حنايا غادي نتحولوا كنهلوا. انت الصوفيه راه عندها المجال ديالها اختارتو كتقول اودي انا اهلل لله ياك ولمن تبعني ومزيان ياك. حنا كنقولوا بانه العمل ديالنا ماشي موسمي انتخابي ماشي نقابي مطلبي خبزي او تحسن الاوضاع وماشي جمعوي اللي عنده يعني حتى هو يعني نقولوا مبادئ ديالو عرض ديالو تقاليد ديالو. حنا اخترنا هذا الكرين وهذا وقلنا بانه بغينا الاثار. الاثار هي هذه اللي اثار درنا يعني واحد قدمنا مشروع النموذج التنموي قبل ما يطالب صاحب الجلاله بلجنة السي شاكي بن موسى ودير هنا قدمنا اخبار بسنتين واعتبرنا اول مشروع ديالنا اللي كيعكس افكارنا بخبرائنا
وبمناضلانا وبمناضلاتنا وبمناضلينا وبمساهمات ديال النقاش فكري ونقاش ثقافي وحقوقي واجتماعي الى غير ذلك، واللي كان فيه كل يعني الابواب التي تستحق ان تكون واحد الوثيقه ديال مشروع التنموي الجديد. طبعا فاش المشروع اللي نادى به صاحب الجلاله وكلف السي شكيب موسى واصدر ذاك المشروع، كذلك احنا مع لجنه السي شكيب موسى ارسلنا المشروع ديالنا وتلقيت شخصيا رساله ديال لاكيتيو دو ريسبسيون باننا توصلنا بمشروعكم وان سنستفيد منه وسندرج كذا 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 الى غير ذلك. كاين وثيقه. الوثيقه الثانيه هي ان اول مره كنحس براسي سعيد جدا، ومن نهار اول انطلاق واول اجتماع ديال الحركه ديال القادمون وقادرون حتى المنتدى المغرب المستقبل جمعنا جميع البلاغات وجميع الانشطه ودوناها في كوتي دابا يوصلكم لهنا الطبعه ديالو الاولى. مازال اننا غادي ناشروا عليه بالرقم ديال اللي خصو باش يكون بالاداره القانوني باش يكون محطوط في المكتبه الوطنيه ويمكن يتباع حتى خارج المغرب. الوثيقه الثانيه اليوم تجربنا كلها هي ما عندهاش ميموار. ما يمكنش الانسان يبقى مستمر في القرن 21 وعنده كل هذه المؤهلات ديال التواصل وديال الاعلام وديال شبكه التواصل الاجتماعي وكذا الى غير ذلك، وما يقدرش الانسان يارشيفي وما يقدرش الانسان يدير واحد موازات مع العمل ديالو، يدير اون ميموار، اون ميموار فيفونت بوغ لافونيغ. ما علينا، جاء كوفيد وتحولنا من مشروع كان قائم الذات ليعانق العديد من المشاريع التي كانت قد انبنت في المجلس الوطني الرابع لسيدي خيار ايام لو 28 اي لو 1 مارس 2020 وجاء كوفيد ووقع ما وقع في العالم والحمد لله. اذا كان مطروح لنا ونحن في عز كوفيد في دوشنبير 2021 في دوشنبير شتي ديسك 2020 فوالا ان تحولنا الى منتدى مغرب المستقبل. علاش؟ لان اعتبرنا 3 سنين كافيه ديال التاسيس ديال حركه قادمون وقادرون من اجل مغرب المستقبل. فوالا جاوبنا على واحد السؤال ديال المغاربه كانوا كيطرحوه علينا، منين جيتوا فين نتوما غاديين؟ نهار اللي وصلنا قلنا لهم اودي راه وصلنا لمغرب المستقبل، جينا من قادمون وقادرون من اجل مغرب المستقبل. اذا هذيك مغرب قادمون وقادرون ولات بين قوسين التذكير التجربه الماضيه، ومنتدى مغرب المستقبل هو اللي نحن اليوم نهيئ ونحضر للمؤتمر ديالو الثاني في غضون. اذا باختصار شديد، ماشي باختصار، نهضرت شويه كنقول لكم بانه زعما ها شكون هنا، من نحن وماذا نريد؟ هذا السؤال كان يعني كلاسيكي منذ زمان كنطرحوه. كنقول اليوم حنا حركه مواطنه، بلادنا كتعيش واحد العديد من الاوراش كبرى، كتعيش واحد الديناميه ديال التغيير. طبعا يجب التقويم ديالها ويجب التقييم ديالها، ربما يكون في مجال اخر اننا نناقشوا هذا الشيء هذا كامل، ولكن على اي على ضوء ما يجري في العالم وعلى ضوء التحولات يعني والانتظارات، فاليوم فكرت حركه قادمون وقادرون ان تستمر وتهيئ لمؤتمرها وتكون حركه مواطنه لها يعني الكلمه ديالها في كل ما يتعلق بالقضايا الاجتماعيه اساسا. وطبعا سنحاول من الان فصاعدا ان تكون تمثيليه وطنيه لمنتدى مغرب المستقبل، وان تكون هذه التمثيليه فاعله في مجالي خصوصيات مناطقها
لكي لا تكون يعني دينامية يعني كتشبه الدينامية الأخرى. فإذا كان الحاجب الطيمات اللي يمكن تخدم عليهم هي التراث الأمازيغي باعتبارها بوابة ديال الأطلس يعني المتوسط، وربما الصناعة التقليدية، ربما الفلاحة، ربما فيكون هذا الإبداع الجماعي وهذا الذكاء الجماعي ديال الإخوة وديال الأخوات في الفروع ديال مدينة ديال الحاجب كلهم كيشتغلوا على واحد الطيمة. فتاني لا جمعنا حنا يا هاد الطيمات كاملين اللي كيعكسوا التعددية على المستوى الوطني والخصوصية، فنكونوا أمام قيمة مضافة اللي يمكن نبنيو منها التصور. ما يمكنش يجيبوا شي الصور اللي سقطوا على الأهل المغاربة. حنا اليوم راه كلشي كيعرفها من 2018 ل 2017 راه ما يمكنش شي فاعل إلا إذا كان جاحد وكان ما باغي شي يعترف. هذا شنو هذا؟ يعني قدمنا ما قدمناه وبإمكانيات بسيطة بدون لا تمويل ولا بدون بحال اللي كتشوفوا كقيعة ديال الماء كننتقلوا من منطقة لمنطقة. دونك ولكن أمل ديالنا كبير جدا باش أننا نبنيو جميعا المستقبل ديالنا ديال هاد الشابات وديال هاد الشباب. هذا هو الأمل. وكيف أننا يهزوهم هاد الأمل هذا وهاد المشعل نحلوه باش يستمروا، لأن تحنا إلا كنا اليوم كنستمروا فاحنا كذلك غير واحد الفعل اللي تلقيناه وواحد الثقافه اللي تلقيناها وواحد التكوين وكذا وكذا من طرف واحد العديد من الاساتذه ديالنا، العديد من المعلمين ديالنا، العديد من المراضين ديالنا، العديد من الكفاءات، من المثقفين، من المجلات، من الجرائد، من الاغاني، من المسرح، من السينما. هذا التفاعل كله صنع منا ما صنع هذا المستوى اللي المتواضع اللي احنا عليه اليوم. ف بنفسي يعني أننا نفتخر بما تلقيناه، نريد كذلك أن نمد كنا ونمدكم بكل ما نملكه من قوة ومن تجربة ومن ثقافة ومن حب ومن تواصل وإخاء وكذا إلى غير ذلك. فنختم الكلمة ديالي ونقول جيت اليوم وجينا اليوم وكنحيي الإخوان اللي جاوا، السيد الرئيس من يعني الوفد اللي معاه من مدينة سلا، سي عمر، أخوات، الإخوة، أعزاء والعزات، جينا اليوم باش أننا نزكيو أخلاقياً، نضالياً، وتضامنياً هذه الدينامية الجديدة واللي عندي كل يقين أنا زعما عندي كل يقين على أنها ستكون دينامية يعني فاعلة ودينامية مواطنة ودينامية ديال قوية بالاقتراحات ديالها وبالإبداع ديالها وبالعمل ديالها المستمر. جينا اليوم باش تأسس واحد الفرع اللي هو غادي يمشي للمؤتمر وراسه مرفوع بأنه جاي عنده هيكلة ديالو عنده مسائل ديالو، ومن بعد غادي نداولو في المكتب ونشوفو الإخوان الاقتراحات اللي عندهم إلى غير ذلك.